السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم صحة بطركم، صحة رمضانكم. اللقطة بين تكلموا على اللقطة المثيرة بين محرز وغوارديولا في ليلة دخول الجزائري رياض محرز التاريخ. هذه حقيقة ولا ما نجموش نهربوا منها. وين خطف النجم الجزائري رياض محرز الأضواء بشكل لافت خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام برينتون في الجولة الأخيرة ليساهم في تحقيق اللقب الدور الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية التوالي مانشستر سيتي والمرة الثانية في تاريخ رياض محرز. وبعد انتهاء المباراة أظهرت لقطة مصور لقطة مصور المقطع فيديو لاقية إعجاب جماهيري كبير حين عانق المدرب الإسباني بيب غوارديولا نجم الجزائري محرز وتحدث معه في أرضية الملعب بعدما أشركه أساسيا في مباراة الحسم. نعم مباراة الحسم نسموها مباراة الحسم خاطش عليه شنا البارح في البيان سبور غايضتهم كرياض محرز دا دا الشامبيونا كانوا باغيين كيسموه محمد صلاح انتم عطوه ديروا شامبيونا في انجليز وعطوها له والله العظيم ديروا شامبيونا اسوا شامبيونا وحده اخرى في انجليز وعطوها له سموها بريمير ليغ صلاح سموها كيما هكا وعطوها له ما كاش مشكل عطوها له انا تعرفوني عطوها له ديروا شامبيونا وعطوها لصلاح تاعكم صلاح لاعب عمل ماتش عمل راه ماركي ورياض محرز عمل ماتش راه ماركي الشيطان راكم نتوما راكم مرضى راكم هابيل والله لكم هابيل على بالكم واش راكم ديروا راكم هابيل رياض محرز جاب 12 نقطة للفريق تاعو جاب 12 نقطة وحده للفريق تاعه أيا بغيتو تبغوها بغيتو تكرهو رياض محرز وحده جاب 12 نقطة للفريق تاعو توتنهام المهم راهم رايحين للعب انا عقل اللي جوار اللي زي كيما رايحين لي انا عقل على توتنهام المهم برينتون هذيك ولا ماشي برينتون المهم رياض محرز راه جايب 12 نقطه ومنهم 6 نقط وحده حط مانشستر سيتي في المرتبه الاولى نهار اللي ليفربول خسرت 1-0 وحده البارتي الزوجه جاب لهم الشامبيونه رياض محرز رياض محرز تاع القاب. وبعد انتهاء المباراة وين ظهرت اللقطة مصور مقطع فيديو لقي إعجاب الجماهير حين عانق المدرب الإسباني بيب غوارديولا نجمه الجزائر محرز الجزائري محرز وتحدث معه في أرضية الملعب بعد أن أشركه أساسيا في مباراة الحسم. وكان محرز حابس دكة البدلاء في مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة بعدما خرج من العديد من المباريات من حسابات المدرب غوارديولا لكن الأخير فاجأ الجميع باعتماد على الجزائري في مباراة قد تكون الأهم خلال الموسم بكامله وصح صح صح على بالكم هذا المقابلة على بالكم على كودارو ماتشني على بالكم بلي كانت الشامبيونات تروح لهم على بالك بلي هذه المقابلة تاع الحسم غوارديولا كي لعب محرز كان يقولها غوارديولا كان يقولها من قبل شي يقول لهم يا ودي رياض محرز الورقه الرابحه البارح باش لعبوا 90 دقيقه ما راش مهبول لعبوا 90 دقيقه ما راش مهبول كي لعب 90 دقيقه رياض غوارديولا ما راش مهبول ورياض محرز كاينه بلاصتو خاطش على حنا شنا كيسموه بالشيخ هو وبشبيري وكلش واحد قال له لا ما ينجحش وواحد قال له لا مانشستر غلطت السنه ما عرفتش كيفاش تجيب اللعابه جابت لعابه ما كانش كاع بلايصهم والبارح يهدر اش قال له قال لهم صاني وستلينغ وما الفور كاع وما الفور اودي انت يا كنت تشكر في غوارديولا ومن بعد مي غوارديولا جاب ولا يلعب محرز ولا تكره غوارديولا قلت لهم لا كلوب وليفربول العام اللي فات شكتو تتبعوا العام اللي فات شكتو تتبع بالشيخ كنت تتبع في مانشستر سيتي واه لله
كنت تباه في مانشستر سيتي خاطر له غوارديولا، السنه ولي تباه في ليفربول. العام اللي فات قلت لهم محرز لا ما ينجمش، كان يلعب في لايستر العام الموسم اللي فات، كان محرز يلعب في لايستر، قال لا ما ينجمش غير يقعد هذا المستوى تاعو خاطر على كون يروح الايكيب كبيره ما ينجمش عليها. راه جاب لهم لي راه جاب لهم التيت، وعنده زوج تاع لي ميداي تاع الشامبيونا، عنده زوج ومتصور بدو توني، توني تاع مانشستر سيتي وتوني تاع لايستر تاع مانشستر سيتي وتوني تاع لايستر سيتي، راه بدي الكاس. هذا هو محرز، اقعدوا انتم تتبعوا في جرته، اقعدوا تتبعوا في جرته. وظهر محرز في وقت المناسب، شوف محرز، اسمع بوهنيكا وبن شبيري وكويسي واكسس وبالشيخ، وظهر محرز في وقت المناسب في المباراة سيتي وبرينتون، وهو الذي سجل العديد من الأهداف الحاسمة خلال هذا الموسم، مع العلم أن بعضهم يتحدث عن إمكانيات رحيله نهاية الموسم الحالي في ظل رغبته باللعب أساسي. حنايا حسب المعلومات اللي معنا أنا البارح صحافي هذا الشارت، صحافي الشارت قال لي 85% محرز العام اللي فات العام الجاي غادي تمل منه، غادي تمل منه، قال لي غادي تمل منه، قال لي انا نقول لك، قال لي يولي شيكور وكلمته تفوت. قلت له علاه؟ قال لي السنه، قال لي اللعابه صاني اغويرو دي بروين كيسموه راس الدندو هذاك، داروا الكلو على رياض محرز، داروا الكلو على رياض محرز. غوارديولا كان في الوسط، الشامبيونه قدامه هو في الوسط، راح للشامبيونه، بصح عرف كيفاش يوظف رياض محرز، وظفوا في مقابلات لرياض محرز، نهار لرياض محرز ماركا البنت ودار مانشستر سيتي هي البرومي، وعاود رده للواجهه وكل الصحافه وكل الانصار، روحوا شوفوا مواقع التواصل، شوفوا مواقع تاع مانشستر سيتي وردوا لي خبر كاع مع رياض محرز، عرف وين تا يرد له القيمه تاعه، باش تكونوا على علم، عرف كيفاش يرد له القيمه تاعه. هذا هو رياض محرز، رياض محرز اللاعب الذي لا يموت، هذو من اللعابه الكبار يا بالشيخ، خليه ويعطيك يوكلك كزاوش، يديرك كزاوش، يوكلك كزاوش. خاصكم مادامكم ما استعرفتوش وما تستعرفوش، خاطر علاش تكون اليوم غادي نشوفكم واش تهضروا، الله يجعل لي تجي والله يجعل تهضر، نشوفكم واش تهضروا، خاطر علاه في قلوبكم، في قلوبكم ما كان والو، وفي رسالكم خاويين، بهائم في رسالكم، على بالك والله لا رسالكم لا فيهم بهائم، فيكم مرض، مرض ازرق يسموه اتو، روحوا داووا على روحكم، والله العظيم فيكم مرض ازرق يسموه اتو في رسالكم، روحوا داووا على روحكم، خاطر علاه باش واحد عنده 70 عام مي تهدر معاه يقول لك كيما قالوا كان ليا تولي انا هذا ما يلحقوا هذا ما تقارع منه والو اخويا، نورمالمون يقول انا كل يوم تزيدي شويه نروح نجيب حجه ولا عمره، هذه نستعرف بيك بصح باش تعاود نهار اللي يجي تولي راك تحشم شاطيك جبدها 200 1078 تهدر عليها، تهدر على 200 1078 راك تشوف كيفاش، وين المرض تاعكم انتوما؟ وانا حنايا انتوما يغايتكم هذا الشباب معترف بهذا الجيل تاع 2014 ورواح 2010 2010 ورواح لي صورتو تاع كيسموه تاع 2014 حطموكم ما خلاوش فيكم، على حقدتو عليهم انا ماجر قضب لي كيب ناسيونال باش يخدم، ماجر باش يحطم لي كيب هكا دقدق هكا دقدق بالعاني، شو ماجر شحال رد لي كيب ناسيونال؟ ردها بالك واحد 40 عام راولي مع 30 عام تاع كيسموه تاع زاتشي، ما غاديش نخرجوا والله ما نخرجوا، شو نقول لكم كلمه ما يسلكها لا زاتشي لا بالماضي ما يسلكها، توا الناس هي مرضى في رسالهم، مشكله في رسالهم كي والو، لعابة راهم كيجوا ليكيب ناسيونال هنا ويشوفوا صوالح صايك شمي تجي داخل بكاش بلاصة وتشوف لقطة كي والو، تخسر لك كيما هكا، لعابة راهم كيما هكا، راهم في رسالهم كي والو،
وزايد فاني قبل الماضي راه يمشي مع زاتشي مع كمال مهوي ومشي مقيم اللعابه راه يدير السيستم تاع زاتشي. من بعد نهضروا على هذه الحاجه تاع عيط برك اللي عيط له باسمه عيط الفيغولي برك باسمه الاخرين قاعد الماك كيما هكا بالعاني سيستم تاع زاتشي تيكرروا لهم حياتهم. انا نقول لكم خاطر من بعد نهضروا على التصوالح من بعد ان شاء الله بربي.